كنشاط جد استراتيجي يختاره الفلاحون بالمنطقة الغربية لولاية باتنا، تنتشر زراعة الفاصوليا، فعلى امتداد مساحة شاسعة يكمن مجهود هؤلاء الفلاحين في إنتاج كم ونوعية جيدة. إنتاج الفاصوليا أصبح علامة مسجلة بالولاية. والله يعني الإنتاج نتاع اللوبيا هنا في ولاية باتنا إنتاج مليح وسلعة ربي يبارك، وولاية باتنا معروفة باللوبيا ماشطو هذه، وإنتاج وافير ربي يبارك، وراه درناه على أرض الواقع هنا في الميدان وخدمناه وخرجنا ثاني اللوبيا ربي يبارك. كل اللوبيا وسومتها كاينه المليحه كاينه الناقصه ما بين 20 30 حتى 35 28 27. تجارب فلاحيه في السنوات الاخيره بالولايه اثبتت نجاعتها، زراعه الفاصوليا مثال على ذلك، اذ يتوقع الفلاحون انتاجا وفيرا. كاينه الفايده بربي ان شاء الله، اللي يخدم يعول على ربي يعول على العمل تاعو يلقى الفايده. كاين اللوبيا كاين الخير، بغينا الدعم، بغينا صورتو من وحنا بغينا من السيد الوالي يعاوننا، ورئيس الدائره اللي راه معروف اللي هو يعاون الفلاحين على الاقل يعاونونا ويشوفونا على ارض الواقع، نبرهنوا لهم باللي رانا نخدموا يعاونونا برك. يأمل الفلاحون بولاية باتنا مرافقة السلطات المعنية لهم لتفعيل دور القطاع الفلاحي أكثر فأكثر، تحقيق الاكتفاء الذاتي في أهم الشعب والتصدير للأسواق الخارجية من أهم أهدافهم.